ويمكن الامال وصلت كمان المنتخب ممكن يوصل لدور ال 16 من بطوله كاس العالم. تقييمك بشكل عام للثلاث مباريات اللي لعبهم منتخب الوطني الاول في روسيا كابتن ربيع؟ كنا نعمل امير ان احنا نقدم عروض افضل، ان ربنا يكرمنا نواصل للدور اللي بعد كده، ان احنا عندنا فرقه كويسه المفروض عندنا مدرب عنده خبره كبيره جدا وعندنا منظومه يعني الحمد لله. اتحاد كوره بيقدم كل الدعم وكل المسانده، جمهور عظيم قد حياتك، وقلنا ان ربنا سبحانه وتعالى كرمنا في مجموعه انا اعتقد مش هتتكرر ابدا. في مجموعه كاس العالم بالشكل ده طبعا توقعنا الكثير، لكن انا من وجهه نظري ان احنا فشلنا فنيا يا عميد، فنيا رقم واحد. نفسيا طبعا الجانب النفسي ده مهم جدا، ثم بعد كده على المستوى الفني ال 270 دقيقه في الثلاث مباريات يا امير مفيش حاجه خالص بالظبط، كانت مفاجاه غير عاديه، انك لا في جانب بدني ولا في جانب مهاري ولا في جانب خططي ولا في جانب نفسي ولا في تطوير في اي لحظه من اللحظات خلال سير المباراه الفني. على المستوى الدفاعي تمام، على المستوى الهجومي الفردي وجماعي، يعني المستوى الفردي بص يا امير في اخطاء. الامامي ده بتاعنا يا امير في اخطاء كثيره جدا، وحذرنا وقلنا خلي بالكم من العرضيات، خلي بالكم من الركنيات، خلي بالكم من التوابل، خلي بالكم من العمق ده خلي بالك ما فيش، مع ان في خبره علي جبر وحجازي بالظبط. تيجي بعد كده يا امير انت عشان اطور واوصل اسجل هدف بيبقى في مجموعه من الخطوات الفنيه المدرب بيتفق مع اللعيب فيها يا امير. التمرير، التحرك، خد بالك الباص، التمرير الامامي، المسانده، الجاري، اللي خد بالك الزياده العدديه، حاجات كثيره جدا احنا ما كناش كنا بنفتقد الشخصيه الهجوميه يعني. فعشان كده قلت احنا محتاجين مدرب منتخب، مدرب اجنبي كبير يا امير، كبير في فنيات اجنبي يا كابتن. انا حضرتك مع المدرب الاجنبي مش المدرب الوطني الفتره الجايه يا امير، خلي بالك انا مدرب وعارف احنا محتاجين مدرب عبقري يا امير، عبقري. لو عندنا مدرب مصري عبقري زي جوهري يجي على المستوى. تمام، انا بتكلم بصراحه والله يعني. فربنا يوفق ونبص لبكره ونبص بقى ل 22 ان شاء الله، وربنا يوفق يا رب ان شاء الله يتعب. يا رب ان شاء الله. طب حضرتك شايف في الاسباب الرئيسيه في المستوى ده بخلاف الناحيه الفنيه، هل المدير الفني المسؤول الاول على المستوى ده لكن ولا كمان الاجراءات التنظيميه الخاصه بمنتخب مصر فيما يخص المسافات البعيده اللي قطعها طبعا المنتخب خلال الثلاث مباريات ده، برده جانب اعتقد مهم يا كابتن ربيع؟ يا امين انت عندك واحد مدرب كبير اسم كبير وراجل عنده خبرات كبيره جدا يا امير، ما ينفعش تضحك عليه كده، هو المسؤول طبعا اول واخير. تمام، انا النهارده رحت قبل كاس العالم وعرضوا عليا، وانت عارف نظام كاس العالم بياخدوك وبتشوف وبتتفق وبتختار يا امير. تمام، واخد بالك؟ وبعدين انت مش صغير، ده كوبر ده كبير وعنده خبرات واسم كبير جدا يا امير، هو المسؤول عن كل حاجه، هو المسؤول عن كل حاجه بوجهه نظري. مدرب عنده شخصيه جريء جدا بيواجه الناس، عنده نظام اداري صارم بيشرف عليه ونظام فني صارم بيشرف عليه. البطولة كبيرة دي ازاي؟ دي مع انفتاح بقى غير عادي، لازم يلم الدنيا هو يا امير، هو المسؤول من وجهة نظري الأول والأخير عن كل اللي احنا فيه. طيب كابتن ربيع، بما ان حضرتك المدير الفني لمنتخب الناشئين الاول، منتخب الناشئين طبعا في الفتره الحاليه، من وجهه نظرك شايف ازاي يتم وضع اسس بدايه من الناشئين حتى المنتخب الاول عشان نظهر بشكل افضل من كده ونقدر ان احنا كمان نعود مره ثانيه للمشاركه في نهائيات كاس العالم وكمان المنافسه او نفضل ننافس كمان على البطولات الافريقيه بشكل كبير يا كابتن ربيع؟ بص يا امير، اول حاجه الاختيارات، تختار مدربين يعرفوا يتعاملوا مع الاعمار. مدرب 97 غير 99 يا امير، غير 2001 غير 2003، خد بالك؟ تاني حاجه، حاجه اثنين ان انت تختار الوقت، الوقت يبقى كبير اللي اشتغل فيه المدرب مع اللعيب. الوقت مهم جدا عشان صناعه اللاعب الدولي يا امير، مهم جدا 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 ومحتاج وقت ومحتاج فترات معينه يا امير. تمام، اوقات معينه ومساحات من الزمن عشان تقدر النهارده تشتغل معاه وتعده كويس قوي، ادي حاجه. تعمل له احتكاك قوي مع المدارس المختلفه الافريقيه اللي النهارده اللي هي توسعت وتوغلت بشكل غير عادي، فني يا امير تقدمت بشكل غير عادي. طبعا انت طول ما بتدي الولد خلي بالك مساحات كبيره جدا في احتكاك مع مدارس مختلفه، الولد هيزيد يا امير وهيبقى كويس. اربعه ان انت تطلع اكبر عدد من المحترفين وسنه صغير يا امير، يطلع 2001 يطلع 2003 يطلع 99. يبقى عندك النهارده 30 40 50 واحد محترف تقدر النهارده تتكل منهم وتجيب على الاقل 15 لاعب منهم وال10 محلي. مثلا يعني مثلا بلد. تمام، انك تعمل دوري قوي منتظم في الناشئين، دوري قوي، دوري جمهوريه في ثلاث نقاط، واخد بالك؟ ده زي الدوري الممتاز بالظبط. اكيد خد بالك، وتعمل دوري حاجات كثيره جدا افكار ممكن تتوجد تديك اللي انت عاوزه بامر الله تعالى ان شاء الله.
ان شاء الله. كابتن ربيع ياسين طبعا احد النجوم الكبار، بشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله مع منتخب